بمقدم برنامج الجار قبل الدار ميشيل عزي. بلشنا، بلش الحماس وبلشت الحلقه الجديده من برنامج الجار قبل الدار، وهودي يارا ولينا زقف لهم ايضا. اهلا وسهلا بالصبايا، ثانكيو لكم، اكيد رح نشوفكم خلال الحلقه. اهلا وسهلا فيكم مشاهدي تلفزيون مستقبل وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقه جديده من برنامج الجار قبل الدار. مثل ما صرتوا تعرفوا انه بكل حلقه بيكون معنا عيلتين، هول العيلتين هن جيران واكيد بيعتمدوا شعار الجار قبل الدار. جيران اثنيناتهم بيعرفوا بعضهم من فتره طويله وبيعرفوا تفاصيل دقيقه عن حياتهم اليوميه، بيجوا لعنا داخل الاستوديو ليلعبوا اكيد كل واحد على البلكون تبعه، بس عم يلعبوا اثنيناتهم كفريق واحد، وبختام الحلقه يا اثنيناتهم بيربحوا سوا يا اثنيناتهم بيخسروا سوا. قيمه الجوائز قيمتها 6000 دولار، رح تتوزع 3000 دولار لكل عائلة مقدمة من عند بطل ديزاين، بيروحوا بيختاروا شو ما بدهم مفروشات بقيمة 3000 دولار. أما في حال خسروا معنا، مثل ما بتعرفوا إنه بالجار قبل الدار ما حدا بيطلع معنا خسران، أكيد لهم جوائز طردية من البرنامج. بحالة اليوم معنا عائلتين كثير مهضومين جايين لعنا، وهن جيران من منطقة سد البوشرية، صار لهم 12 سنة جيران وكثير قراب من بعضهم. نتعرف عليهم بواسطة الريبورتاج وبعدها مباشرة بنستقبلهم داخل الاستوديو. نتعرف عليهم. هالمرة توجهنا على سد البوشرية تنتعرف على جيران بيعرفوا بعضهم من 12 سنة، بيت عون وبيت كوتا هاليون. ماري كلير وإما جوزيفين وولادها ستيفاني وأندرو بيستفيدوا من نهارهم بإيجابية وبيقضوا أحلى الأوقات مع جيرانهم جوستلين كوتاهاليون، كارمن، جارو وسيلين، يلي كل مرة بيجتمعوا تتحول أجواء البيت لفرح وضحك ومرح. وشو حلوة هالجمعة لما يدق الباب ويجتمعوا العيلتين تحت سقف واحد. هيك مشاهدينا بنكون تعرفنا على العائلتين يلي جايين لعنا داخل الاستوديو، شفناهم بهالريبورتاج قد ايه بحبوا بعضهم، قد ايه بيعرفوا بعضهم، وقد ايه بيزوروا بعضهم. صار وقت نستقبلهم داخل الاستوديو ونروح سوا الى رحله ال 6000 دولار. بنستقبل سوا العائله الاولى ماري كلير عون. يا هلا يا هلا يا هلا. اما العائله الثانيه ايضا بدنا نرحب فيها جوسلين كوتا هاليان. اهلا وسهلا بجوستين، اهلا وسهلا بجوستين وعائلتها. طبعا العائلتين اليوم معنا هن جيران مثل ما ذكرنا بمنطقه سد البوشريه، رح نتعرف عليهم. ماري كلير عون مع والدتها مدام جوزيفين طنوس، اهلا وسهلا فيكم. واولادها لماري كلير يلي هن ستيفاني واندرو، زقف لهم. ماري كلير شو اخبارك؟ ماشي كله تمام؟ تمام ماشي الحال؟ تمام. جاي معك الوالده، مساء الخير. اهلا مدام جوزيفين. نعم الصحة منيحة؟ كله الحمد تمام؟ الحمد جوزيفين بتعتمدي شعار الجار قبل الدار؟ أكيد أكيد طبعا. هلا حضرتك جاي مع ماري كلير، بس حضرتك مش جارتها لجوسلين، هي جارتها ماري كلير مع كمان ستيفاني. هاي ستيفاني. هاي شو أخبارك؟ منيح. الجار قبل الدار ولا الجار مش قبل الدار؟ جار قبل الدار. بتعتمديها؟ بتحبي جيرانك كثير؟ قد ايه عمرك ستيفاني وشو بتعملي؟ بتشتغلي؟ بتتعلمي؟ عمري 11 سنة وبحب ارقص واسبح. بتحب ترقص؟ شو بترقصي؟ دانس لاتينو. دانس؟ لاتينو. ما سمعتها. دانس لاتينو. اوه لاتينو، يا اووو. اوكي ستيفاني، كمان خيك اندرو، مرحبا اندرو. مرحبا. دخلك اندرو حاطط حلقة؟ نعم. وعم بتصور حلقة اليوم؟ ايه. اي حلقة بدك اياها؟ حلقة اليوم ولا الحلقة بداية الدار؟ حلقة اليوم. حلقة اليوم. اندرو عرفتني؟ ايه. مين؟ ميشو. ايوه اندرو، زقف لاندرو. جيرانا لماري كلير اليوم هن جوسلين كوتا هاليان، صح؟ قلتها مظبوط؟ اهلا وسهلا فيك جوسلين، شو اخبارك؟
كله تمام. جوستين مع اولادها ثلاثة، هن عندها أربع أولاد حسب ما خبرتني، بس مع كارمن وجارو وسيلينا. زقف لهم. أنا بما إنه طبعاً عائلة أرمنية صح، بدي أعرف شو يعني الجار قبل الدار بالأرمنة. مين بده يعطيني إياها من عندكم؟ أنا بعرف. سيلينا ولا كارمن؟ أنا بولا. بتقولي يا إيشو؟ الجار قبل الدار بالأرمنة شو بتصير؟ تراتين. يلا أرد. تراتين دونين أرد. تراتين دونين أرد. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تراتين دونين أرد. هيدي يعني قبل الدار صح؟ كارمن أداء عمرك وشو بتعملي؟ عمري 14 سنة، بدرس تكنيك وبحب كثير أشياء يدوية، أشتغل أشياء يدوية. حلو. وبروح على كشافة كل يوم سبت. وبالكشافة كمان، طب عندك بحياتك الطبيعية لنسأل جوسلين كمان تراتسين دونين هراتش أو لا؟ إيه أكيد. أكيد. ما في شك. وكيف تراتسين؟ كيف تراتسين ماري كلير؟ بتجنن ماري كلير. هي تراتسين يعني جار ولا دونين جار؟ لا تراتسين. فإذا التراتين ماري كلير كيف انت وياها؟ بتجنن ماري على سلامتها، وانا مسميتها لماري مختاره الحي. مختاره الحي؟ ايوه ماري كلير. ليه خير ان شاء الله بتعرف الكل؟ شو ما بدك تعرف تعرف من ماري. يعني لو ماري كلير بدها تجي اليوم مع جيرانها كان جبتهم كلهم كل الحي. كلها محبوبه. اها محبوبه من الكل؟ محبوبه من الكل. جوزك ما قلت لنا شو اسمه وشو بيعمل؟ اسمه دوري. دوري؟ اشتغل بالصوت. اها بالصوت، ايه مهندس صوت يعني. نعم. دوري اهلا وسهلا فيك، كمان بنحيي لدوري. وجوستين جوزك كمان شو اسمه وشو بيعمل؟ اسمه باركيف كوتاليان، مهنة حرة. شو اسمه سوري؟ باركيف. باركيف. بالعربي هدية. باركيف. ايه اسم أرمني كمان. ايه نعم أكيد. باركيف، بقول لك يا باركيف إنه تراتسين دونين أراتش. أوكي منيحة ضبطت. جارو. جارو كزي يعني إلك بالأرمني صح؟ برافو. جارو قد ايه عمرك شو بتعمل؟ أنا عمري 13 سنة. شو بتشتغل؟ أنا المهندس. لا أنا ما بشتغل، بتعلم. حلو. وأنا بأي صف؟ بصف السابع. أوكي. وأنا هواياتي الفوتبول وبروح على الكشافة. ارفع لك إياها باس، إيه براسك وهذا بيرفعها وبراسه جارو شو؟ بابا أيوه. إلى جانب جارو معنا صبية مهضومة ودلوعة وخجولة، سيلينا. زقفة لسيلينا. هاي سيلينا. هاي سيلينا. شو بتعملي؟ موظفة بنك؟ مديرة بنك؟ لا أنا ما بشتغل. أنا بتشتغلي مع إنه مبينة هيك شو مديرة بنك أو شيء. أوكي. أنا حبيتي هي رأس بالي وسباحة وبروح أكشف. حلو كثير. يعني عندها عدة هوايات، بس السباحة ما فينا نجيب لك بسين لهون، بس باليه بترقص منيح؟ عملي لنا هيك شي لقطة صغيرة. قال لك شو؟ تعالي عندي تعالي عندي، عندنا شي موسيقى للباليه؟ يلا سيلينا سيلينا جيب مي فايس سيلينا. اوكي اوه دل... علميني كيف علميني. بعد بعد لا 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 شو صرنا عم نطير؟ مين بيرقص احسن؟ مين بيرقص احسن؟ سيلينا. ثانك يو لك سيلينا. شو هالرقصة الحلوة؟ يعني أنا هيك مرتين ثلاثة لسو بارتيكولير معك بصير أرقص كثير منيح بالي، لأنه كمان معنا معلمة هون كمان ماري كلير بتعلم كمان. فإذا تعرفنا على العيلتين ماري كلير عون وجوسلين كوتاهليان، هلا قاعدين بوج بعضكم هلا بالاستوديو، أنتم عادة بالحي كيف؟ بنفس البناية ولا بوج بعضكم؟ لا نحن بناية بوج بنايتها. أنا بالأول. يعني ما تغير عليكم شيء؟ لا بس العلو. بدي أعذركم إذا بتطلعوا على الطاولة. طب كيف بتحكوا مع بعضكم بالحي؟ بتعيطي لها مثلا؟ جوسلين تقريبا، وهي مع السلولار او واتساب. نيال جيرانكم يعني. هلا اذا شيء بيرسونال على التليفون. على التليفون. اهلا وسهلا فيكم، طبعا اليوم اثنيناتكم عم تلعبوا كفريق واحد، بختام الحلقه يا اثنيناتكم تربحوا يا اثنيناتكم بتخسروا، اوكي؟ 6000 دولار قيمه الجوائز بتتوزع، 3000 دولار لكل عائله مقدمه من عند بطل ديزاين. وقت بطرح سؤال على بيت عون الاجابه بتكون من عند كوتاهليان، وإذا كان التصوير عند كوتاهليان الإجابة بيكون عند بيت عون. أوكي؟ رح نروح إلى روبورتاج رقم واحد وروبورتاج عن ماري كلير عون يلي هي كمان معلمة وبتعطي لسو بارتيكولير يعني دروس خصوصية. بنشوف سوا الروبورتاج الأول وبنرجع بعده إلى السؤال رقم واحد. اسمي ماري كلير، عندي ولدين، ست بيت،
كنت اشتغل قبل بالفوبيجو، كانت هوايتي. هلا وقفتها لانه صرت ست بيت تعلم اولادي، وبعد الظهر عندي تلميذين كمان بعلمهم باتشين لوسون بارتيكولير، وبحب هالشغله. اجمالا بعلمهم كل شيء بيعطوني اياه بالمدرسه، عرب، فرنسي، مات، سيانس، وانجلي اذا في عندهم. فاذا شفنا بهالروبورتاج مدام ماري كلير يلي عم تعطي لوسون بارتيكولير، بتعطي لجيرانك كمان بتعملي لهم سعر او لا؟ بعطيهم بس ما باخذ منهم مصاري. والله مدام كوتا هاليا بتعلم لك اولادك او اي نعم شو بتعلمهم؟ فرنسي. فرنسي؟ إلى تيت اون فوا، كومون تو تابيل؟ جو مابيل سيلينا. زابطة، برافو سيلينا. فإذا من بعد ما شفنا الروبورتاج الأول عن ماري كلير هون رح نطرح السؤال على عائلة كوتا هاليا. هون بدي أطلب منك ماري كلير وقت بطرح السؤال دغري مباشرة تعطي الإجابة على التابلو تكتبيها وتخبي التابلو. أوكي ستيفاني؟ جاهزة؟ على فكرة ستيفاني كمان أختك الكبيرة كارمن؟ إيه. بس مانا معنا اليوم. لا مانا معنا. مشان هيك قلت لي بالبريك أول ما بلشنا بس تعيط ستيفاني عم رد أنا. السؤال الأول بيقول شو أسماء التلاميذ يلي بتعطيهم ماري كلير لوسون بارتيكولير؟ هن اثنين. بدنا نطلب من ماري كلير تكتب الإجابة على التابلو. إذا أنتم بتعرفوها كثير منيح لماري كلير، أكيد بتكوني حكي أنت وياها سوا هيك. جوسلين مثلا، اليوم عذبتني كاترين مثلا باللوسون. عندك فكرة أو لا؟ لا عندي. عندك فكرة، أوكي، خلينا نشوف ماري كلير كتبت الإجابة. طبينا التابلو عن جوزيفين. مرحبا جوزيفين. كله تمام؟ فإذا الإجابة من عندك جوسلين. كيكي. كيكي؟ كيكي، بنغنجها كيكي، أنا بعرفها كيكي. أوكي كيكي. وكريس. وي؟ كريس؟ كريس. كريس. كريس وكيكي، كريس صبي. إيه. وكيكي بنت؟ إيه نعم. أوكي، فإذا كريس وكيكي، هل هي إجابة صحيحة أو لا؟ ماري كلير، بنشوف الإجابة من عندك. كريستي وكريس. يعني كيكي. كيكي. كريستي يعني كيكي صح؟ صح. وكيكي وإجابة صحيحة. هن إخوة كريس وكيكي. لا. ها؟ لا. يعني هذه كونديسيون عندها إياها ماري كلير، إنه ما بتعطي لحدا لسوبر كلير إلا ما يكون اسمهم يا كريستي يا كريس، واحد من الاثنين، إنه يعني إذا بتوصيها بتزبط معك. لا بتزبط معي. فإذا كيكي وكريس هن تلاميذها لماري كلير والإجابة صحيحة والنتيجة 1-1. كارمن طلعة شاطرة ولا لا؟ شاطرة؟ مين؟ انت كارمن. انا اكيد. اكيد. طب ماري كلير اولادك كيف اندرو؟ ميشو. خبرني شاطر ولا مش شاطر؟ شاطر. شاطر كثير ولا مرات بتستعين بامك؟ اكيد بيستعين بامك. اكيد بيستعين بامك. لك هو عم بقول لا انه انا شاطر. يعني وستيفاني ستيفاني مبيني شاطره، حاسسها هيك شاطره. ايه. مش هيك؟ وبتشبهك كمان. ايه اكيد. اكيد. بس اندرو شكله بيشبه بيو. يعني شو يعني بدك تاخذيهم ثلاثتهم؟ ايه لا. بس ستيفاني مين هي صديقتك اللي لبستيها اليوم؟ ستيفاني دو. ستيفاني دو؟ مضبوط؟ اجابة صحيحة. رح نروح إلى الروبورتاج الثاني، الروبورتاج الثاني رح يكون عن سيلينا كوتهاليا. سيلينا كوتهاليا هي شخصية كثير قوية بالباليه، شفناها شوي رقصت داخل الاستوديو، رح نروح إلى الروبورتاج لسيلينا وبنرجع بالسؤال رقم اثنين. أنا اسمي سيلينا وإلي سنتين عم برقص باليه، وأنا بلشت أتعلم رقص الباليه من السنة الماضية. والسنة الماضية عملنا شو عم نرقص باليه، وهلأ رح فرجيكم رقصة عم بتمرن عليها، هي رقصة باليه. سيلينا ضابطة معي سيلينا هيك. فإذا من بعد ما شفنا هالروبورتاج عن سيلينا كيف ترقص باليه رح نروح إلى السؤال الثاني. جاهزة ماري كلير؟ السؤال بيقول طبعا إنه سيلينا بتروح بتتمرن باليه، أي يوم بالأسبوع بتروح بتعمل باليه؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، سبت أو أحد. بدي أطلب من سيلينا تأيد الإجابة على التابلو عندها وتخبي التابلو دغري هيك تبرمه لناخذ الإجابة من عند ماري كلير. يمكن ستيفاني بتعرف ولا ما بتعرفي؟ بعرف. بتعرفي اي نهار بتروح؟ قبل ما تقولي لنا اوعى سيلينا كتبتيها، اي نهار يا ستيفاني
بتروح صديقتك سيلينا بنفس العمر. سيلينا قد ايه عمرك؟ انا 9. 9 من عمر اصغر منها ستيفاني بس اصحاب كثير. واندرو قد ايه؟ 9. 9 كمان صاحبة انت وسيلينا؟ عم تعلمك باليه؟ لا ابدا ما بعرف باليه. عمول باربي شوي عمل لي هيك. ايوه اندرو. شو يا ستيفاني اي نهار بتروح سيلينا بترقص باليه؟ نهار السبت. نهار السبت لنشوف الاجابه من عند سيلينا اذا صح او غلط. سيلينا هل هو نهار السبت او لا؟ السبت. يس يس اجابه صحيحه. كثير منيح النتيجه صارت 2-2. تمام ستيفاني قلتي لي باول كمان الحلقه انه انت كمان بتحب الرقص بس رقص شو هو؟ دانس لاتينو. لاتينو صح؟ بعد شوي هلا بركي بنعمل كمان ريبورتاج عنك كيف بترقصي لاتينو، بس لنتاكد اكثر من النتيجه مثل ما بتعرفوا بكل حلقه بيكون عندها شخصيات عايشين معنا بهالشارع بهالحي هن جيران لنا كمان مثل مدام ايفات مثل كريكور الميكانيسيان مثل عده اشخاص، مين رح يعطينا النتيجه بهاللحظات لنأكد انه صارت 2-2؟ بنستقبل سوا شخصيه جديده بحلقتنا. اوه هيدي الباليرينا تاتيانا. هيدي الباليرينا تاتيانا. تاتيانا عايشة عندنا كمان بالشارع. Don't even think about competing with Russians. Yeah, okay. حلوة منك يا تاتيانا. عم بتقلك يا سيلينا. هيدي عم بتقلك اوعى تفكري شي مرة تعملي منافسة أنت والراشنز الروس يلي بيرقصوا بالي. تعي سيلينا لعندي مرة تاني. سيلينا تعي هيك رقصة حدا للباليرينا. يلا سيلينا يلا سيلينا. سوا أنت والباليرينا تاتيانا. سوا اوكي مشاهدينا الكرام احنا وياكم النتيجه 2-2 بس بدنا نشوف تاتيانا دوسر دو وين رح تسلنا مش مشكله. ثانك يو لك تاتيانا. مشاهدينا رح نوقف مع بريك بنقعد بعدها متابعه. ذكريني شو الجار قبل الضرب الارمني؟ 30 دونين اراتش. نرجع بعدها لمتابعه 30 دونين أراتش. جار قبل الدار جار قبل الدار ما نحن اخترنا جار قبل الدار. ما في جماعتنا ما في شي بيفرقنا ما نحن اخترنا جار قبل الدار. نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة الجار قبل الدار. حلقتنا اليوم طبعا نصها باللغة الأرمنية منشان هيك منعود معكم لمتابعة 30 دونين أراتش مع عائلة عون وعائلة كوتاهاليان يلي هن جيران من منطقة سد البوشري. صار لهم 12 سنة جيران والنتيجة لحد هلا 2-2. جوسلين حسب ما عرفت انه حضرتك اصلا مش أرمنية. جوسلين حداد الأصل وتجوزتي كوتاهاليان. أول ما تجوزتي لمسيو باركيف كيف كانت العلاقة؟ يعني هو بالأرمني كنت بتعرف تحكي أرمني أو لا؟ لا أنا أول ما تعرفت عليه ما بعرف بحكي أرمني. لقيت صعوبة شوي؟ كتير صعبة إنه بتقعد إنه بيناتهم منك عم تعرف شو عم بيصير. يعني عم بيحكوا معه مثل الهبلة. إذا قعدت رحت قضيت نهار عندهم ما عم بعرف شو عم بيصير. اسأل خطيبة إنه هيدي شو معناتها؟ هي مثل ما عم يلفزوها هني أنا أكتبها بالعربي. حلو. ايه مرة على مرة صرت على البراتيك يعني اتعود. ولو كنت عم بحكيها يعني ارمني مكسر ما تفرق معي انه مش مشكلة لاني كمان الارمن بيحكوا عربي مكسر. انا اخذتها يلا ماشي الحال بس ما بدي. تحية لجوستين لكل الارمن اكيد. وهلا صرت تحكي منيح ارمني؟ هلا بحكي وبقرا وبكتب. والله انش بزز بعلم اولادي انش بزز. لا انتنش بزز هيدي اللي بعرفها انا. وبعرف الجار قبل الدار كمان. وبتحكي مع اولادك ارمني صرتي؟ كثير منيح. رح نروح الى الروبورتاج الثالث، الروبورتاج الثالث بحلقه اليوم عن ستيفاني عون. شفنا من شوي سيلينا بالبالي، اما ستيفاني بترقص سامبا. بنشوف سوا الروبورتاج وبنرجع الى السؤال رقم 3. هاي اسمي ستيفاني عون، انا بالكارميليت فنار بالسيزيام دي. صار لي 3 سنين بتعلم دانس لاتينو. كان عمري 9 سنين لما بلشت ارقص. بحب السامبا وبحب تشاتشا كمان. شو
ستيفاني هيدي شعر رأسة يا ستيفاني. تعالي عند ستيفاني. عنا شيء كمان موسيقى سامبا، بما انه هلا سمعنا شفنا سيلينا من شوي عم ترقص، هلا وقت ستيفاني نرقص سوا. اوكي يا ووو يا ايوه ستيفاني، كيف شو بنعمل؟ اوكي الديو ستيفاني وميشو، ثانك يو لك ستيفاني. هلكنا بهالرقصة. فإذا شفنا ستيفاني بالروبورتاج الثالث عن الرقص، رح نروح إلى السؤال رقم ثلاثة. سؤال طبعا لبيت كوتاهاليا. سؤال بيقول إنه رح نستقبل سوا هلا يارا ولينا. لينا ويارا، لينا باللباس الأحمر ويارا باللباس الأخضر. مثل ما عم نشوف يارا ولينا حاملين هالسكربينة الخاصة برقص السامبا. شو بسمون هول السكربينات؟ قلن شي كلمة تعبير خاص للسامبا؟ لا هول خصوصي لرقص الدانس دلاتينو. ايه بركي اسمهم شي ولا لا، اسمهم حذاء الرقص. حذاء الرقص. اوكي، فإذا لارا باللباس الأخضر حاملة حذاء رقص، ولينا باللباس الأحمر حاملة حذاء رقص تاني. السؤال بيقول أي حذاء رقص هو لستيفاني؟ بدي أطلب من ستيفاني تكتب عندها الإجابة على التابلو. البنات. اوكي بتكتبي عندك يا يارا يا لينا وبتركزوا عندي. اوكي شو كارمن بتشوفيها مرات لستيفاني بالبيت عم ترقص وهيك؟ لا ما بشوفها، ما بشوفها بترقص. ما عم بتشوفيها بترقص؟ لا. ستيفاني شايفتيها؟ سيلينا ايه شايفتيها عم ترقص. اوكي بتتذكري اي وحده لها؟ اللي مرق بالروبورتاج كانت. صح شاوري مع كانت تبع يارا. بتقولي تبع يارا؟ ايه. فاذا هل هي اجابة صحيحة او لا من عند ستيفاني؟ منشوف ستيفاني اجابتك هي يارا، اجابة صحيحة. برافو سلينا، برافو لسلينا. فاذا اجابة صحيحة، ثانك يو يارا، ثانك يو لينا. النتيجة صارت 3 من 3، كثير منيح. بنروح الى الروبورتاج الرابع. شفنا روبورتاج عن ستيفاني، شفنا روبورتاج عن سلينا، رح نشوف هلا روبورتاج عن اللاعب المحترف جارو كوتاهاليان بالفوتبول. نروح إلى الروبورتاج الرابع وبعد السؤال رقم 4. هاي أنا اسمي جارو ومن هوايتي الفوتبول، وانا دايما بلعب مع جاري اندرو. اوقات نحنا نلتقى مع بعض يعني هون ومع اصحابنا بالشارع ونلعب معهم فوتبول، وقلنا اصحاب نحنا وصغار هو بحسبه يعني مثل خي اندرو. فإذا الروبورتاج كان عن أندرو وجارو مع بعضهم عم يلعبوا فوتبول. مثل ما شفنا شو هالملعب الكبير، هيدا الأنتري عندكم بالبناية؟ هونيك تلعبوا فوتبول؟ والله يعطيكم العافية. وبتصرخوا وكذا والجيران شو عم ينبسطوا منكم؟ كثير بينبسطوا. مين بيربح أكثر أندرو ولا جارو؟ دخلك أندرو كاتب على التيشيرت ورا كاكا؟ مع البرازيل أنت؟ يا حرام برازيل، خسرتوا السنة. مع ريال، مع ريال. وجارو مع مين؟ مع بايرن ميونخ. مع بايرن ميونخ، مع الألمان. ايوه جارو، زقفة كمان لجارو. فإذا شفنا الروبورتاج على ملعب الفوتبول الواسع بيلعبوا بالحي، أصحاب كثير مع بعضهم جارو وأندرو. ومنروح إلى السؤال الرابع. السؤال بيقول طبعا لبيت عون، بأي مركز بفضل يلعب جارو أكثر شيء؟ يعني هجوم، دفاع، وسط، جولر. أكيد هذا أندرو بكونوا بيعرف. بدي أطلب من جارو يكتب الإجابة على التابلو، واكيد فيكم تتناقشوا مع بعضكم العيله. اندرو تحكي مع امك خبرها مره كنت عم بربح وانا لجارو وقام هو واقف دفاع، ومثلا شو جارو كتب لنا جواب بنخبي التابلو. شو ستيفاني انت شو خاصك عم تلعب معه فوتبول؟ هو اندرو بيلعب فوتبول. هلا بالملعب الكبير اللي شفناه طبعا بهالروبورتاج صعب الواحد يلعب هجوم ودفاع، بده يكون ليبرو. شو اندرو؟ شو اندرو؟ شو
شو عم بتشارع؟ خبرني سمعني شو عم بتقول. هو بيلعب الاثنين جارو بعتقد، ما بعرف ايها المفضلة عنده، بيلعب هجوم بيلعب دفاع. بيلعب هجوم بيلعب دفاع. دفاع. بدنا اندرو يعطينا الجواب النهائي، هل هو بيحب الهجوم ولا الدفاع؟ هجوم. هجوم. اندرو بيقول انه جارو بحب يلعب اكثر شيء هجوم. رح نروح لعند جارو ونشوف الإجابة من عنده. جارو الدفاع يا أندرو الدفاع. شو يا أندرو؟ جارو بتحب الدفاع أكثر من الهجوم؟ إيه؟ ليه؟ تنزل تاكلات وما تاكلات. إيه؟ إيه شاطر فيها؟ نعم. فإذا الإجابة خطأ، بس بعدنا بأول الطريق مش مشكلة، والنتيجة 3-4، الوضع ممتاز جدا. جوزيفين تيتا جوزيفين صح؟ كيف علاقتك أنت وأحفادك؟ بيقولوا انه الولد ما اعز من الولد الا ولد الولد. مظبوطه؟ اكيد. اها مين بيعزبك اكثر، ستيفاني ولا اندرو؟ ما حدا. ما حدا بيعزبك، هن بيعزبوك؟ بيعزبونا لالك. بيعزبوك لالك. مين بيعزبك اكثر من الكلاب؟ اندرو. اندرو اكثر. طب مين بيعزبك اكثر، اندرو ولا دوري؟ دوري. دوري. دوري يعني البي يعني مش موجود معنا هون. كمان زقف لدوري اللي بيعزبها منيح. فهذا مشاهدينا نتيجة 3-4، بس أكيد لنتأكد أكثر قد النتيجة، مثل ما بتعرفوا أنه معنا عائلات معنا موجودين هون وشخصيات عايشين معنا كجيران داخل البرنامج الجار قبل الدار. مين رح يعطينا النتيجة المستعمل سوا شخصية جديدة؟ أوه مدام إيفيت، مدام إيفيت جاي تعطينا النتيجة. شو هالمدام إيفيت؟ أهلا وسهلا فيكي مدام إيفيت. طبعا جارتنا بالطابق الاول فوق هون ما ساكنه، وبتنزل دغري كل ما بنعمل حلقه بتسمعنا بتنزل لهون. هاي جو بريفير دانسي لو تانغو. واو مدام إيفيت بتحب التانغو بما انه بيرقصوا سامبا وبيرقصوا. مدام إيفيت بدنا نتيجة، مدام إيفيت نتيجة 3-4. هذا مضبوط. ميرسي مدام إيفيت، ثانك يو لك، بنشوفك قريبا. مشاهدينا مع مدام إيفيت يلي عطتنا النتيجة 3-4، بنكمل احنا وياكم واكيد مع بيت عون وبيت كوتا هاليا متابعين بالجار قبل الدار. خليكم معنا. جار قبل الدار، جار قبل الدار، ما نحن اخترنا الجار قبل الدار. نرجع لكم مشاهدينا بحلقة اليوم للجار قبل الدار مع عائلة عون وعائلة كوتا هاليا، والنتيجة صارت 3-4. ماشيين كتير منيح. بنذكر المشاهدين والعائلتين انه لازم تجيبوا نتيجة 7-12 لتربحوا معنا اثنيناتكم مع بعضكم جوائز بقيمة 6000 دولار مقدمين من عند بطل ديزاين. طبعا 3000 دولار لكل عائلة. اما في حال ما جبتوا نتيجة 7-12 اللي صارت صعبة تقريبا لحد هلا لانه ماشيين كتير منيح، طبعا ما حدا بيطلع معنا خسران. كمان جوائز طردي رح تكون للعائلتين مقدمه من برنامج الجار قبل الدار. بنكمل احنا وياكم مشاهدينا وبنكون وصلنا الى الروبورتاج الخامس، بس قبل ما نروح الى الروبورتاج الخامس عبالي هيك دردش انا وماري كلير بما انه دوري مش موجود معنا اليوم بالاستوديو. ماري كلير عاده وقت اللي اثنين بدهم يتكللوا ويتجوزوا بيكونوا اثنيناتهم مركزين منيح على الزواج. هلا عرفت انا انه قبل العرس بساعتين كان حضرته دوري جوزك عم يلعب فوتبول. هيدي اوكي مش مرق يعني، راح اتحمم على السريع واجا على الاكليل. بس خلال الاكليل شو صار معكم؟ فصلنا على الاكليل، فت على الكنيسه، فت لوحده، فتنا قعدنا، بلش الاكليل. اجى الوقت اللي بده يقول فيه الابونا هل تريدين دوري عون زوجة؟ هيدي النقطة الحاسمة يعني. هي النقطة الحاسمة اللي يعني كلنا ناطرين على شو؟ انا قلت نعم وبقوة. اجا دوره لدوري، عم بقول له لابونا هل تريد ماري كلير بطانيان؟ واذ بدق التليفون. تليفونه؟ تليفونه. حضرته ناسي سلولاره مش طفي، حطه بجيبته من جوا. برمت لعنده قلت له شو ما تكون غيرت رايك؟ او حدا عم بدق لك. بس رد على التليفون او لا؟ لا صار يطفش على جيبته حتى يسكت التليفون. عرفت مين عم بدق له كان؟ ايه عرفت مين، رفقاته من ورا. اه اوكي.
انا قلت بركي حدا مثلا شي علاقه قديمه مثلا طلعت على الرقم رجعت طلعت تاكدتي ومش الحال مش الحال واجوا ستيفاني واندرو اوكي انا خليكم لبعضكم وضلكم فوق راسهم رح نروح الى الروبورتاج الخامس الروبورتاج الخامس رح يكون عن كارمن كوتاهليان والكشافه مثل ما خبرتنا باول حلقه انه بتحب الكشافه وبتروح على الكشافه رح نشوف سوا هالروبورتاج نرجع الى السؤال رقم 5 هاي انا اسمي كارمن انا عندي هوية اسمها سكاوتينج اللي سنة ونص فايتة على السكاوت بحب كل شيء بالسكاوت انا قد بنتعلم اشياء كتير روح كل سبت من ساعة 3 لـ 5:30 هيدا رمز الاي جي بي يو وهيدا الرمز الاسكولار دو ليبون اكليرز دو ليبون وهيدا رمزة انه فينا احلف يمين لانه اللي سنة بالكشافة هيدا هون الفرقة اللي أنا فايتة فيها اللي اسمها سوالوز اللي هو الفرق جير سكاوتس بس سوالوز نحن عنا 3 فرق وهلأ رح تفتح الرابع هون عندي بادج صغير اسمه انه مساعدة انه أنا هلأ بالكامبينج لما طلعت ساعدت كتير مشان هيك بناخد بادجات بهيك أشياء تحية لكارمن بالكشافة وتحية أيضا لكل كشافة لبنان شباب وصبايا صغارا وكبارا يعطيكم ألف عافية قد ايه حلو الواحد يكون بالكشافة؟ احساس ما بيتصدق شغلة حلوة كتير يمكن بتعلم الكل هيك على الانضباط وعلى الاشياء الحلوة ومساعدة الناس. على كل شفنا هالروبورتاج الخاص بالكشافة وكارمن هي ضمن الكشافة، رح نروح إلى السؤال الخامس ونطلب ونستقبل سوا يارا ولينا. اوه 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 يارا لبستنا القميص سكوت تبع كارمن ولينا جايبة مع اغراض كمان يمكن البادجيت يلي بيتعلقوا اوكي يارا ولينا يارا لابسه طبعا الثياب السكوت الخاصه بكارمن وبسكوت بتقولوا هيك مظبوط تحيه هيك ايه اعملي لي اياها هيك اوكي فاذا مثل ما عم نشوف ماري كلير عون وعائلتها انه يارا لابسه قميص الكشافه تبع كارمن هي ذاتها هيدي مظبوط ايه هي ذاتها ولينا حامله معها 1 2 3 4 5 6 بادجيت 3 بيناتهم هن لماري كلير اوكي رح اطلب 3 منهم لكارمن رح اطلب من ماري كلير تجي لعندي لو سمحتي اذا ستيفاني حافظتهم اكثر مني ستيفاني حافظتهم اوكي ستيفاني تعي لعندي فاذا 3 من هالبادجيت هن لكارمن بدنا نعرف اياهم لا انت كمان بسكوت ولا لا بس اعملي لي اياها سلام اوكي ستيفاني بدي اطلب منك هلا تختاري اياهم الثلاثه الخاصين بكارمن لنعلقهم على التيشيرت اللي لبستهم يارا ثلاثة وبدنا نعلقهم بمحلهم المضبوط شو يا ستيفاني؟ وهنا احنا شفناها بالروبورتاج اوكي بنشيل هيدي اول وحده شفناها لكارمن بالروبورتاج عم بتعلق كمان ثاني وحده شكلها صعب عليك هيدا وهيدي كمان ارزة لبنان كمان والثالثة يلا نقي لك وحدة يلا بدك في عينه شو ستيفاني؟ هيدا صعب عليكي. معقول تساعديها ماري كلير؟ إذا بتعرفي أو لا، فإذا صارت منقية اثنين لنشوف عبدنا وحدة لنعلقهم على القميص الخاصة بكارمن، منغيرها لهيدي، أخذت هي فإذا، بعدنا وحدة. البادج الأخير هيدي، يلا، خلينا نشوف وين بتعلقوهم، وين بتعلقوا لنا إياهم؟ على كمان، هيك لنشوف. يلا ستيفاني هيدا اول وحده هيدا الفن صعبناها ايه ايه هون البنز هيدا الفن هون يمكن معلقها انا لا مش هون وهيدي وين؟ مصعبين لهم اياها للجماعه كثير صعبتوا لنا ما بعرف اذا هالميله وهيديك الميله على كل هي رح نقول هون وهي وين وهي وين؟ لنشوف اذا تتدهم مضبوطين او لا اوكي كارمن خبرينا هيدي وهيدي وهي مضبوطين او لا؟ بس فيني اشوف الارزة كيف لونها؟ لا هيدي مش ارزة، هيدي طلعت وحدة تانية. هيدي منا هي. منا هي. لا. فإذا اختاري لنا اياهم ثلاثة طول، إجابة خاطئة رح نقول، بس اختاري لنا اياهم الثلاثة المضبوطين. بنرجعها هيدي ستيفاني لهون، ثانك يو لك ماري كلير وستيفاني، اياهم المضبوطين. هيدي الأرزة، فإذا اللي كانت اختارتها أول شيء ستيفاني يا ماري كلير، غيرتيها أنت. وهيدي فإذا. وهيدي. وهيدي. يعني كان الغلط بس بهي يا ماري كلير، أنت غيرتيها. وين بتعلقيهم؟ فاذا اجابه خاطئه والنتيجه بتضلها 3 على 5 هيدي اول وحده بتركبها كارمن اذا بدهم وقت
رح نكتفي بس بوحده، وهيديك الثانيه وين؟ بدهم وقت. بدهم وقت، اوكي. فاذا هيدي هون وهي منعلقها هون وهيديك هون. ثانك يو لك كارمن صبايا، ميرسي لكم كارمن. اوكي بنرجع اذا بدك حطي لها اياهم للينا. والنتيجه 3-5 الحق على ماري كلير، يعني دوري كان معه حق يرد على تليفونه. فاذا النتيجه 3-5. بنروح الى الروبورتاج السادس، الروبورتاج السادس رح يكون عن اندرو عون، صديقي اللي حاطط حلقه اليوم وعم بيصور حلقه معنا بالبرنامج. رح نروح نشوف اندرو، عم بيقولوا لي انه بقلد كثير منيح، لنشوف مين عم بقلد بالروبورتاج. وبنرجع الى السؤال رقم 6. اسمي اندرو عون وبحب ارقص واقلد والعب فوتبول. أول مرة شفته بدعاية وحبيت أمثل مثله وصرت أمثل مثله، وتاني مرة ما شفته شفته ببرنامج كان عم بيعمله. لما شفته كان عم بيعمل هيك إلك إلك. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ليلى عنا عائلتين، عائلة عون وعائلة قطع عليان، بدهم يشاركوا ببرنامج جار قبل الدار، يا اتنيناتهم بيربحوا يا اتنيناتهم بيخسروا. شو الاندرو هيدي؟ شو الاندرو؟ زافي لاندرو. عم بتقلدني مظبوط، بدي اطلب منك اندرو تعال لعندي، تعال لعندي، بتقلدني ايه؟ بتقلدني بس بالريبورتاج ومع السسبندرز كمان. بدي اطلب من لينا ويارا يجوا لعندي، او لينا اوكي هلا هون بقلب الاستوديو. هيك لشوف علق لك اياها، هودي السسبندرز جاهز للتقليد. والله بتقلد منيح، والك فرجيني كيف بعمل الك. عمل له على الكاميرا، الك على الكاميرا، على الكاميرا. ايوه. وهيدي اول سسبندرز بنركب له اياها لاندرو، وهيدي الثانيه معود عليها ولا بعد؟ وهيدي الثالثة من هون كمان. هات لنشوف، هلا أنت محلي بالبروجرام، أنا رح أروح محل أندرو، هات لنشوف، يلا أندرو، قدم لنا، نحن هون قاعدين العيلة سوا. مساء الخير مشاهدينا الكرام. إيه يلا. مساء الخير مشاهدينا الكرام، بالبرنامج جار قبل الدار. جار قبل الدار. جار قبل الدار. بنقدمكم عيلتين، عيلة عون وعيلة قطع عليان. يا اثنيناتهم بيربحوا يا اثنيناتهم بيربحوا يا اثنيناتهم بيخسروا. يلا عمول حوار معي انا خيال ستيفاني. يلا عمول حوار معي، رحبت فيهم هلا وصلت لعندي. سؤال، يلا قل لي اول شيء عرفنا. انا اسمي ميشو هون. شو اسمك؟ اسمي ميشيل. هو انت انت شو اسمك؟ انا اندرو. بلعب فوتبول كمان. شو يلا ترقص؟ ايه برقص مرات. ايه بتغني؟ بغني. سمعنا يا حبيبي يا عيني. اوكي اندرو ثانك يو لك. زميلي اندرو، بنعطيه زقفه قويه لاندرو زميلي. خليك معي خليك معي، رح نروح على السؤال السادس، اوكي؟ السؤال السادس بيكون لبيت كاتاهاليون، كاتاهاليون كاتاهاليون، اوكي عم بيصلح لي كمان. السؤال بيقول، بس غمض عيونك ما تطلع فيهم، اوكي؟ شو بحب يصير بس يكبر اندرو؟ هيدا السؤال. روح اكتب عندك على التابلو، تعا هيك، اوكي؟ اكتب على التابلو. شو بتحب تصير بس تكبر؟ كمل كمل. اوكي؟ شو بحب يصير اندرو بس يكبر؟ شفني عم بقلد. اوكي منخبي له عيونه هيك. عم يكتب الإجابة. اوكي اوكي. خلص مش الحال، خلص منخبيها. بينت. تعال عندي اندرو. اوكي. فإذا شو بحب يصير بس يكبر؟ بحب يمثل ويقلد. بحب يمثل ويقلد، جارو شو؟ التقليد. التقليد، هل هي إجابة صحيحة أو غلط؟ صار فينا نكشف له عيونه هيك، خلينا نشوف الإجابة من عندك ستيفاني. فوتبول! إجابة خاطئة، بتحب تلعب فوتبول إيه؟ بس فوتبول بدها واو، فوتبول. أوكي، يا باس، هيك زدت لي باس من عندك. أوكي، رفعة براسك، وهيدي هي جول. ثانك يو أندرو! فإذا مشاهدينا إجابة خاطئة كمان للأسف.
للأسف الإجابة خاطئة، منكون صرنا 3-6. يعني آخر 3 أسئلة كنتوا أول شيء 3-3 كتير منيح، آخر 3 أسئلة صارت العملية صعبة. على كل بعد ما في شيء مستحيل، لأنه نحن بدنا نوصل على 7-12. بختام المرحلة الثالثة والأخيرة رح يكون في عنا ريبورتاج واحد بيدخلوا فيه 3 أسئلة وكل سؤال على نقطتين. يعني عليكم أن تجيبوا إجابتين صحيحة من 3 لا توصلوا إلى 7 نقاط وتربحوا معنا 6,000 دولار. النتيجة 3-6، بس لنكون أكيدين أكثر نستقبل أيضا معنا شخصية جارتنا بالجار قبل الدار. مين هي؟ نستقبلها سوا، نشوف مين. أبو جميل، يا أبو جميل يا حبيب القلب، عمالك أبو جميل. مريض اليوم كمان أبو جميل، جاي زقفل أبو جميل، عمالك عروة عروة أبو جميل، كأنك مريض اليوم. نشو أهلا وسهلا بأبو جميل، زقفل له. اهلا وسهلا فيك ابو جميل، عمالك عمالك. عنا بيت عون وكوتا هاليان، سلمت عليهم. ابو جميل ساكن هون بالحي، بيجي من هونيك، مرشح اليوم. سلامتك. بس شو كاتب عندك؟ خلوا السسبندرز لاربابه. ايوه لابس سسبندرز كمان. كتر خيرك يا حبيب القلب يا ابو جميل. اليوم صرنا 3 لابسين كمان. تعالوا اندرو تعالوا، ثلاثتنا لابسين، هودي 3 اجيال. تعالوا اقف حد، تعالوا اقف حد اندرو. عندنا ابو جميل وميشو واندرو، ثلاثتنا بالسسبندرز. اوعى بده يعطس. قلبه لشوف كيف بيعطس. ايوه فعلا ابو جميل، بدي احسبك بالنتيجه لو سمحت. النتيجه، النتيجه قد ايه صارت؟ بس اوعى تعدينا عنا حلقة يا جماعة الجي. 3-6 فاز مع ابو جميل وقدروا. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك، من بعد البريك بنعود بعد لمتابعة ثلاثتنا سوا، بنعمل بنعود بعد لمتابعة الجار قبل الدار. خليكم معنا. نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا اليوم من الجار قبل الدار بالعربي وبالأرمني. بنذكركم تراتسين دونن أراتش مع بيت كوتا هاليان وبيت عون، والنتيجة 3-6. الوضع لحد هلأ خطير، نحن في عنا 3 نقاط على 6 لتربحوا معنا الجوائز بقيمة 6,000 دولار. عليكم أنه تجيبوا 7-12. بالجزء الأخير في عنا ريبورتاج واحد منه مصور لا عند بيت عون ولا عند بيت كوتا هاليان. الريبورتاج الأخير هو عن الفريق الثالث أو الثيرد بارتي، عن شخصية ممكن تكون صديقة مشتركة للعائلتين، أو مثلا الدكان عندكم بالحي أو السوبر ماركت أو الجراج عندكم بالحي، أكيد تكونوا بتعرفوه اثنيناتكم. الريبورتاج الأخير رح يكون عن لينا يلي هي الاستيتيسيان اللي بيروحوا لعندها ماري كلير وجوسلين. بتعرفيها جوسلين وبتعرفيها ماري كلير، أوكي؟ رح نشوف الريبورتاج عن لينا، ومن خلال هالريبورتاج لينا، مش لينا، لينا. من خلال هالريبورتاج رح نطرح 3 أسئلة، كل سؤال على نقطتين. يعني عليكم أن تجيبوا إجابتين صحيحة لتجيبوا 4 نقاط، مع الثلاثة اللي عندكم إياهم بنصير 7-12 بتربحوا، وإلا بيطلع لكم جوائز طردية مقدمة من البرنامج، أوكي؟ منروح إلى الريبورتاج الأخير والاستيتيسيان لينا. أنا اسمي لينا، أنا استيتيسيان هون بالمنطقة بسد البشرية. أنا بعرف جوسلين وماري كلير من فترة طويلة، تقريبا من 6 سنين، أصحاب كتير ومنعرف كتير أشياء عن بعضنا. أكيد أنا بشتغل كل شيء خاصه بالاستيتيك، إن كان ميك أب، إن كان سوان، إن كان نيل كير، كل شيء بيختص بالاستيتيك. تحية لينا يلي هي الاستيتيسيان، بيروحوا لعندها جوسلين وماري كلير. كل قد ايه بتروحي لعندها تقريبا ماري كلير؟ كل يوم بشوفها. كل يوم بتشوفيها وبتعرفي مثل ما عم بتقول، بتعرفوا كل شيء عن بعضكم. يعني لازم هلا الاجوبه بالثلاثه يكونوا بجيبتكم. شو جوسلين؟ كمان بتعرفيهم كثير منيح؟ اكيد. اوكي. بنساعد بعض يعني هلا.
بالمرحلة الأخيرة رح تعطوا إجابات مشتركة ولازم يكونوا الإجابات موحدة، يعني فيكم تحكوا مع بعضكم بالمرحلة الأخيرة تتناقشوا مثلا إذا السؤال لنفترض أي ساعة بتفتح فيك تقولي لها الساعة 6 لا بتذكر إنه الساعة 7 فيكم تتناقشوا لتعطونا ثلاث إجابات موحدة، أوكي؟ أوكي. الأسئلة ثلاثة عن لينا، السؤال الأول بيقول كم ولد عندها؟ اثنين. لا لحظة، أول شيء بطرح الأسئلة بترجعوا بتعطونا الإجابات على التابلو، أوكي؟ كم ولد عندها؟ السؤال الثاني شو بيعملوا ولادها؟ والسؤال الثالث شو بيشتغل زوجها؟ فإذا ثلاث أسئلة بتكتبوا الإجابات على التابلو ولازم تكونوا الإجابات موحدة بين العائلتين. فإذا كم ولد عندها؟ شو بيعملوا ولادها؟ وشو بيشتغل زوجها؟ إيه مثلا صبي وبنت، صبي وصبي، بنت وبنت. وشو بيعملوا ولادها أو شو بيدرسوا ولادها إذا كانوا بحياتهم شكلهم صغار؟ لانه لينا مبينه انه صغيره. هلا بتكون انبسطت لينا. وشو بيشتغل زوجها؟ فاذا ثلاث اسئله مع ثلاث اجابات. سؤال ميشيل، اذا ولادها بس انه اذا بيتعلموا كمان بدك تعرف اذا بيشتغلوا ولا لا، بس شو بيعملوا الاساس بحياتهم؟ شو بيتعلموا؟ بس اوكي شو بيتعلموا؟ اوكي خلصت. كتبنا الاجابات، خلينا نشوفهم من عندك ستيفاني. فاذا خليني نشوفهم اول شيء. برومية برومية اوكي. فاذا عندها ولدين صبيان بيدرسوا جامعه ومدرسه، واحد بالجامعه وواحد بالمدرسه اسم الله، وجوزها بيشتغل حكيم سنان. شو هالسنان هيدي يا ستيفاني؟ ذكرتيني بسليم، معنا سليم بالبروجرام تشتغل كثير شاطره بالعربي، فحكيم سنين هيدي حكيم سنوات يعني. خلينا نشوف الاجابات من عندي كمان كاربن اوكي من برومة. فاذا عندها صبيين، واحد منهم مخرج. لا بيدرس مخرج. يعني بالجامعه عم يدرس مخرج، والثاني بيتعلم بالمدرسه. واحد مخرج وواحد بيتعلم، والثاني والجوزه حكيم سنان. فاذا هودا هن تقريبا موحدين الاجابات، اجابات موحده بين العائلتين. بنروح لعند لينا شخصيا وبنسمع منها الاجابات الثلاث. أكيد أنا مجوزة وعندي شابين، الكبير بالجامعة بيعمل أوديو فيزيال، والصغير ترمينال، وجوزي دانتست. فإذن سمعنا الإجابات من لينا. السؤال الأول كم ولد عندها؟ صبيين شابين كتبتوا أنتوا صبيين، إجابة صحيحة هيدي أول وحدة. شو بيشتغل زوجها؟ كاتبين أنتوا حكيم سنان، قالت هي دانتست. إجابة غلط ستيفانية. شو ليه؟ شو يعني دنتس بالعربي؟ سنان. يعني سنان ولا يعني حكيم سنان؟ حكيم سنان. إجابة صحيحة كمان. وشو بيعملوا ولادها؟ واحد بالمدرسة واحد بالجامعة أوديو فيزيوال أو إخراج. فإذا ثلاث إجابات صحيحة، وبنعطيهم زقفة لبيت عون وبيت كتا هاليوم. ست نقاط مع ثلاث نقاط يعني تسع نقاط. بنقلكم ألف مبروك، بطلب منكم ماري كلير عون تتفضلوا لعندي جميعا، وأيضا جوستين والعيلة جميعا. وفاذا العائلتين بيكونوا ربحوا ملكتين. اهلا وسهلا فيكي، مبروك لك كمان جوستين كارمن اوكي كارو وسيلينا. جوستين فيكي مبروك لك ستيفاني واندرو. قرب نختم الحلقه انا وياك سوا، قرب كارو لعندي. فاذا مشاهدينا لهون بتكون وصلنا لختام الحلقه، بنذكر انه العائلتين ربحوا معنا 6000 دولار، 6000 دولار لعائلة أندرو و 3000 دولار لعائلة جارو. فإذا لقاءنا الأسبوع المقبل. بختام الحلقة بدي أتشكر محلات سرار على الثياب يلي عم بلبسونا إياهن، وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج الجار قبل الدار. طارق